نكتة بتقول هيك إن معروف الألوسة دائما من هون في إلها زي فتحة صغيرة يعني بنا مأخذ للتهوة إلا التاج تبع المطران تاج المطران من فوق في صليب يشتهوها شو بقول يعني عن مزحة بقول إنه الكاهن إذا أخطأ أو الشيطان مسكه بيطلع منين من خزق الألوسة بس المطران إذا أخطأ عنده مشكلة فوق شو في صليب فبضل الشيطان وين محصور يا رب سامحنا يعني هيك نقطة صغيرة فإذا هذا اللباس الإكليريكي طبعا قلنا إذا الكاهن هو برتبة إيكونوموس أو أرشمندريت إذا هو راهب طبعا وما فوق بلبس الصليب تبعه اللي هو رمز لكل الفداء والخلاص تبع يسوع المسيح والصليب كمان الناس اللي بلبسه مش بس الكاهن بلبسه كل الناس لازم تلبس الصليب بيجي بعدين بنيجي بعدين على اللباس الكهني لباس الكهني مستوحى اغلبه من العهد القديم من لما الله كلم موسى وقال له اصنع ملابس خاصه بمين بالكهني ابناء هارون هون الكهني فكان عندي الملابس خاصه بس الكهني كانوا يلبسوها لما يفوتوا قدس الأقداس ولما يحملوا تابوت العهد ويتنقلوا من مكان لمكان مش مين مكان كان يقدر يمسك تابوت العهد وكان في حادثة بالعهد القديم إنه مسكوا تابوت العهد ناس تاني وماتوا هون بالمعنى تبعها إنه الكاهن منتدب إنه يكون هو حامل جسد يسوع المسيح بس ما بيقدر يحمل هذا الجسد اللي هو زي رمز تابوت العهد إلا ما يكون لابس أواعي وهي الأواعي لها رمز أول إشي الكاهن بيلبسه إحنا بنسميها هاي الاستخارة هذا قميص أبيض فقط أبيض بلبسه الحوري لا فوقيه أنا في بعض الكهنة لا تمام لا في 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 معنى في بعض الكهنة بيشوفوا إنه حام لا بيشلح الأم بس الأصح فوق القنباز ليش؟ القنباز قلنا اللون الأسود شو بيمثل؟ خطيئة وبالمعمودية شو بيصير؟ شو لما الواحد يطلع المعمودية شو بتلبسوه؟ فالكاهن لما يلبس استخارة هي رمز للنقاوة إنه بنسى الثوب الأسود تبعه وهو صار لابس يسوع المسيح رمز إيش؟ رمز النقاوة فالكاهن شو بيقول؟ لحظة شوي ما في عندنا كمان على كل قطعة الكاهن بيقول إيش؟ صفحة 13 من كتاب المعاد بعد ما يقول تبارك إلهنا بيبدأ هسه خدمة جديدة بيمسك القطعة إلى الرب نطلب يا رب ارحم تبتهج نفسي بالرب الكاهن بيقول تبتهج نفسي لأنه أنا بالنسبة إسا إلي بدي أطلع من جرن المعبودية أنا أخذت الحل وأخذت الإذن وفارد إسا على ملكوت الله لازم ألبس اللباس الأبيض تبتهج لأنه ألبسني ثوب الخلاص وسربلني حلة السرور يعني أنا لازم لسه أكون إنسان مبسوط إنسان فرح إنسان مملوء غبطة إنسان مملوء نعمة لأنه أنا عم بلبس المسيح وهذا هو رمز لا أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم لونه أبيض أنتم الذين المسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم إذا أنا بلبس المسيح والإنسان اللي بيطلع من جبن المعمودية هو بيكون إنسان نوراني إنسان ماخذ المسيح بشع منه نور الله عشان هيك تبتهج نفسي بالرب لأنه ألبسني ثوب الخلاص وسربلني حلة السرور وجملني بتاج كعريس ومين هو العريس؟ يسوع هو الختن إذا أنا صرت زيه زي العريس أنا بطلت أنا نكتاريوس أنا عم بلبس المسيح أنا صرت بمثابة الكاهن صار بمثابة يسوع المسيح وزينني كعريس ومثل العروس زينني تزيين فيسوع المسيح إذا بتشوفوا كل الأيقونات تبعته هو لابس أواعي مطران أواعي مطران كل القديسين اللي هن كانوا رؤساء أساقفة بيرسموهن بأواعي أسقف لأن هو الرئيس الكهني وإحنا الكهني فهذا القميص هاي الاستخارة القميص
بيلبسوها الشماس والكاهن والأسقف. ليش الثلاثة إحنا بنلبسها ثلاث درجات الكهنوتية؟ هاي بترمز إنه الناس كلها لازم تكون لابسة أبيض بعد المعمودية. فعشان هيك حطوا الاستخارة للثلاث رتب كهنوتية، للشماس بلبس استخارة، والكاهن استخارة، والمدران استخارة، كلنا بنلبس نفس الاستخارة، رمز النقاوي ورمز الحياة. بس طبعا بفوت بس بهاي. أبونا كيف شعورك بكون بهاي اللحظة بعد كل هذا الكلام كله؟ عن جد يعني أنا هون بيجي هون قلت لك أنا شغلي، هون بيجي الكاهن، هل الكاهن إنسان روحاني وعايش بروحه وعم يلبس؟ ولا إنه بس بده يراهن هذول ويلبس ويخلص؟ عشان هيك قلت لك الكاهن يلي قال لي أول قداس تبعك لازم يكون زي آخر قداس تبعك. هاي مهمة. يعني كلها انت فاهم يعني كمان مره ما نطلعش على الاشي انه 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 هاي اواعي خالي ولا اواعي فخفخه ولا كذا، لا هاي اواعي لها رمز معين، لها رمز انه انا عم بلبس يسوع المسيح، انا بطلت اشتغل لحالي. بعد ما يلبس طبعا الكاهن الاستخاره، القطعه الثانيه اللي بعد الاستخاره اللي هي المهمه كمان هاي حسب قانون المجامع المسكونية من القرن الرابع، يحتم على كل كاهن في إتمام خدمة كهنوتية يلبس بطرشين. ليش؟ البطرشين إلها كتير معاني. أول إشي هاد نشوف القراءة تبعت البطرشين، بعد ما نشوف القراءة نشوف المعنى. بنقول هيك تبارك الله المفيض النعمة على كهنته. إذا بهاي القطعة إحنا بناخذ نعمة يسوع المسيح. كالطيب على الرأس، شو كانوا يعني بالملوك والكهنة لما يمسحوهم بالعهد القديم؟ كانوا يحطوا عليهم زيت وريحة طيب، وتفوح منهم إيش؟ ريحة حلوة. فالكاهن هون هو عريس، مش لبس الاستخارة، صار عريس، والعريس مش بترشرش بالريحة؟ بس الريحة بالنسبة لنا هي الطيب، هي نعمة يسوع المسيح. طبعا هاي كلها الآيات اللي موجودة باللبس الكهني هي مأخوذة من العهد القديم كلها. كالطيب على رأس النازل على اللحية، اللحية المقصود فيها مش الدقن، المقصود فيها كل الجسد تبع الكاهن. لحية هارون النازل على طرف ثوبه، شو المقصود بطرف ثوبه؟ أول شغلة البطرشين تبدأ هون بإشارة صليب. فالكاهن كل حلة كهنوتية بلبسها، وهي مهمة، عشان هاي الحلة الكهنوتية ممنوع الناس تمسكها، يعني لما خوري ماشي بالطرق بيجي واحد بحط إيده وعم بيعمل غلط. ليش؟ مش لأنه لا سمح الله يعني الطرف ذنب كبير، لا لازم بس لازم يعرف إنه هاي الحلة الكهنوتية هي مقدسة، والكاهن بيقدسها. أول ما ألبسها ما بلبسها هيك دغري أنا، لا بعمل إشارة الصليب، ببوس الصليب، كل واحدة فيها إشارة صليب، بس هي على القفا، كل واحدة فيها إشارة صليب، فببوس إشارة الصليب. الصليب هون والعنق الموجود هون هذا لففني، كيف الإنسان بخنق الثاني؟ مش من العنق؟ هذا العنق رمز ليسوع المسيح اللي هو مسك إيش؟ خوانيه، ومسكني مش انا اللي عم بشتغل. نعمة يسوع المسيح النازلة على اللحية، يعني على الجسد. طبعا اللحية كانت بزمان مالها طويل، يعني لازم النازل على اللحية زي لحية هارون على طرف ثوبي على طرف ثوبي. شو طرف ثوبي؟ هون لسه المهم عندنا، شايفين هاي الشرشين؟ هاي اللي هون الشرشين، هاي عبارة عن نفوس كل المؤمنين بالكنيسة. هاي عبارة عن كل المؤمنين، يعني النعمة يلي بتيجي على الكاهن بتروح لوين؟ لعند الشعب بواسطة البطرشين. عشان هيك بنقول انه الشعب كله موجود ايش؟ برقبة مين؟ لأن نياهن الشعب هون موجودين، وهذا وين جاي؟ على رقبة الكاهن.
لانه خدمه لانه الكهنوت تقيل عشان هيك الواحد لما يصير كاهن بيقولوا مستحق بجداره الناس تهتف مستحق لانه عارفين انه الكاهن هو اكثر انسان على الضأرة الصغيرة يحاسب من الله لانه الناس كلها معلقه وين؟ فيش خدمه كهنوتيه الكاهن بيعملها بدون البطرشين هذا بتذكر نعمه يسوع المسيح الصليب النعمه اللي اخذها بالكهنوت وسر الكهنوت بتحل عليه كله وبالاخر على الشعب يلي هو مؤتمن انه يخدم عنده. هذا البطرشين بالزمانات كان مفصول زي اللاتين بيلبسوه بس مع الزمن تم ربط الطرف اليمين على الطرف اليسار طبعا بازرق هو هنا مفتوح هذا طبعا تطور اللباس الكهنوتي بس بالاساس السلسله بنجي بالاساس شو كان؟ كان مفصول. اذا ما فيش عندنا خدمه كهنوتيه بتتم خدمه لتوجيهي من صلاه نوم صغرى لكبرى لا بدك اياه بدون ما الكاهن يقول النعمه تحل علي مش انا اللي عم بشتغل انما مين؟ نعمه يسوع المسيح. اوكي رجعنا ما في عندنا عادات فهمت علي؟ لا بهاي الحاله انت بتبوسي البطرشين كمان يعني بتبوسي انت ما بتبوسي لانه قطعه قماش هو ليش يرمز؟ ليش يرمز؟ لنعمه الله اذا انت بالتقبيل تبعك عم بتعبري عن الحب تبعك بمغفره خطاياك من نعمه يسوع المسيح اللي نازله على ثوب الكاهن. فهمنا المعنى تبعها؟ بعد ما الكاهن يلبس البطرشين بعدين بيروح للزنار هذا الزنار كمان مرسوم عليه ايش؟ بلبسه بباركه ببوسه وبلبس الزنار. الزنار شو بقول على الزنار؟ تبارك الله كله ببلش بتبارك الله بهذا الذي يمنطقني بالقدره وقد جعل طريقي بلا عين مقوما رجلي كالايائل الغزلان الايل شو ماله بيقدر يطلع على الجبال بصعوبه بيطلع على الجبل الايل مش الغزال الايائل العايشه بالجنوب عندنا بتطلع على الجبال بالاماكن الوعره يعني هون زي عباره عن الكاهن بده يصعد بكل قوته بيمشي بين الخطايا تبعته عشان يكون مستحق لقدره الله اللي هو مخدها اذا مثبتا مقوما رجلي كالايائل ورافعا اياي على المعالي الايل وين بوصل بالاخر؟ لنهايه قمه الجبل او قمه التله اللي هو هيك الكاهن فلبس الزنار للكاهن هي عمليه قدره بياخذها ويسوع المسيح لما غسل اجرين التلاميذ شو قال في الكتاب المقدس؟ واتزر وتمنطق هدول معناها انه لبس واللباس العربي القديم تبعنا اها ويحطوا الشبريه اذا كانت اذا كانت الزنار بالنسبه للقدماء هو عباره عن رمز لقدره رمز لقوه واحنا بالنسبه لنا يرمز لقدره وقوه يسوع المسيح يلي بتآثر الكاهن في حياته الخاطئه عشان يوصل بنعمة الله المنسكبة عليه لقدس الأقداس ولملكوت الله. طبعا بعد ما يلبس الزنار بيروح على الأكمام. اللي في عندنا كمين، طبعا واحد يمين واحد شمال، طبعا كمان فيه إشارة الصليب. هلا الكم هي عادي مستحدثة من بعد سقوط القسطنطينية. كانوا الملوك لما يتقدم للقربان المقدس ما كانوش يمسكوا القربان بايديهم فالملك كان معروف يلبس ايش؟ كفوف بيضاء اليوم معروف في هاي العاده مثلا انجلترا مش بيلبسوا كفوف بيضاء هيك كانت العاده كانوا يجوا يلبسوا كفوف بيضاء عشان هن بالنسبه لهم ايديهم مش طاهره فيغطي ايده بكف ويتقدم ويرفض جسد يسوع المسيح من الكاهن او من المطر فتغيرت العادي واصبح عندنا الكم هذا بنسميه الكم طبعا الكاهن بيلبسه بهذا الشكل بربطه و
بلف هاي هيك وهيك بسكر الكم على ايده اليمين ووحده على ايده الشمال. هلا شو بيرمز الاكمام؟ اول اشي لما انت تجيب ساعة جديدة او مش متعود تلبس السويرة او ساعة بتحطها على ايدك مش بتشعر اول يومين ثلاثة انه في اشي بايدك هون، او واحد لما يخطب بده يلبس خاتم مش بده يشعر انه هون. فهون لما الكاهن يشد بهاي على ايديه بتذكر الكاهن انه هو مش عم بيشتغل، ايد الله هي اللي عم تشتغل، هي اللي عم بتبارك، هي اللي عم بتحول، هي اللي عم بتكلل، هي اللي عم بتعمل، مش ايده. فعشان هيك شو الكاهن بيقرا لما يلبس الكم اليمين؟ شو بقول؟ يمينك يا رب تمجدت بالقدره، يدك اليمنى يا رب حطمت الاعداء، وبكثره مجدك سحقت المقاومين. اذا يمين الله، وهي مهمه، بايدين الله تم عمليه شو؟ الخلق. واخذ بيديه التراب ونفخ فيها نسمه حياه. بايدين الله اصبح عندنا الحياه كلها على الارض. يسوع المسيح بايديه رفع ايديه الى السماء، ايديه على الصليب، بايديه ناول جسد ودمه للرسل. اذا كلها بتتم عن طريق اليد. والكاهن بما انه يرمز الى يسوع المسيح القداس الالهي، فانتوا اعرفوا انه الكاهن مش هو اللي عم بيعمل ولا هو عم بناول، انما يسوع المسيح المتجسد بهذا الكم يلي موجود هون او موجود هون، هو اللي عم بيشتغل بالكنيسه. اذا شفتوا يعني شغلات صغيره بتطلع عليها كشيء عابر، بس هي بتمثل كثير اشياء. بعدين قلت حلو شيء مره اكون على حدا بالكنيسه، شو بدي اعمل ساعتها؟ شو عمل؟ انا شفت برا خوري حمل بالكنيسه. شو احنا قلنا بالاول؟ بدل النور بده ياخذ نار. بدل النور بده ياخذ نار. لما يلبس الكم الشمال الايسر، لما يلبس الكم الايسر شو بقول؟ يداك صنعتاني وجبلتاني، فهمني فاتعلم واستشعر. اذا هون احنا بنقر نعترف انه ايدين الله هي اللي جبلتنا، ايدين الله هي اللي عملتنا، وهي اللي بتعلمنا الوصايا، مش احنا بنتعلمها لحالنا. اذا لبس الاستخاره، لبس البطرشيل اللي هي النعمه، الاستخاره قلنا النقاوه بتكون فوق اللباس الاسود، هون ساعتها الكاهن بصير هو رمز ليسوع المسيح. بطل انسان خاطئ وقت القداس الالهي، بلبس الزنار عشان ياخذ القوه، وبلبس الاكمام عشان ياخذ ايد الله هي اللي تشتغل معه. بعد ما يعملها بعد في عندنا كمان قطعتين. انا عندك في عندنا هذا بسموه الحجر. هذا برمز، هذا بلبسه طبعا الكاهن بهذا الشكل على جهه اليمين تبعته. في له رمزين. اول شيء ممكن يسموه سيف النار. يعني بتذكر الكاهن بهاي الحاله انه ينتبه انه القدسات فقط للقديسين، اذا لا هي سيف موجود. هاي الكاهن القطعة هاي بخدها فقط لما يصير ايكونوموس بلبسها هاي القطعة بالأول ما بلبسها، لما ياخذ الصليب بيلبس هاي القطعة. وبترمز كمان لشغلة ثانية، بترمز للمنشفة يلي أخذها يسوع المسيح وحطها على إجره، لأنه هي بتتدلل هاي لوين؟ لعند الإجر. فعشان هيك شو بقول؟ تقلد سيفك على جنبك أيها القوي، كما هي مأخوذة من المزامير. بحسنك وجمالك استلم وسر الى الامام، واملك في سبيل الحق والدعه والبر، فتهديك يمينك هدايا عظيمه. اذا السيف هذا اهم شيء فيه انه هو سيف الحق،
ويسوع المسيح هو قال عن حاله هو سيف ذو حدين. حتى أيقونة يسوع المسيح في بعض الأيقونات البيزنطية تطلع على العينين تبعت يسوع المسيح، العين الأولى بتشوفها غاضبة والعين الثانية بتشوفها متحننة. بقول لك أوكي أنا بحبك وأنا الرحمة كلها عندي والحنان كلها عندي، بس إذا أنت ما مشيتش بوصاياي إلا دينوني. فعشان هيك الإنسان مهم يكون إنسان نقي، إنسان طاهر بحياته. فعشان هيك المنشفة يلي غسل فيها يسوع المسيح إجرين التلاميذ برمز لها بهاي، بتذكر الكاهن إنه أنت خادم للناس. لما أنت صرت إيكونوموس، إيكونوموس معناته أنت بتقدر تتم تعمل سر الاعتراف، أنت صرت إنسان كاهن معترف فيه لرعية، والرعية أنت مسؤول عنها، وأنت بهذا لازم تتذكر إنه أنت بدك تخدم الرعية. هذا بذكر الكاهن بخدمة الرعية. آخر قطعة بيلبسها. لا هاي ما فيش لا المؤمنين بس بالبطرشة. هاي القطعة الأخيرة بنسميها إحنا الفيلوني. هاي القطعة موجودة من القرن الثالث تقريبا بيلبسوها. هاي ما فيش قداس إلهي أو خدمة سر مقدس بالمعمودية بنلبسها، بالإكليل بنلبسها، بالقداس بنلبسها، بكل بقراءة الإنجيل لازم ألبسها. غير البطرشين بنلبسها، بتيجي عبارة طبعا عن قطعة واحدة من القماش مزينة ومزخرفة، تيجي بعدة ألوان. الأبيض هو رمز الفصح، في الأزرق رمز الماء، في الأخضر رمز الحياة على عيد الشعنين بلبسوه، في الغامق بلبسوه بزمن الصيام، يعني في الأحمر بلبسوه أو البوردو بلبسوه بعيد الميلاد، عدة ألوان. بس بالأساس كانت فقط أبيض، كانت فقط أبيض. على إيش بتلبس؟ بتلبس هاي الفيلوني اللي بنسميها، لهي الذروة تبعت الكاهن. فشو منقول إحنا عليها هاي؟ كهنتك يا رب يلبسون البر وأبرارك يبتهجون ابتهاجا. يعني هون الكاهن بده يلبس البر تبع يسوع المسيح، والأبرار والبر هذا إحنا أخذناه فقط على الصليب. ما كانش في بر يعني خلاص، ما كانش في حياة نقول ما قبل يسوع المسيح. يسوع المسيح نفخ في التلاميذ وأعطاهم، قال لهم خذوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفر ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. إذا بهذا اللبس إحنا بنقر والكاهن بيعترف إنه أخذ البر، أخذ النعمة الكاملة تبعد يسوع المسيح. وهيك الكاهن بيكون خلص كل الحل الكاهنية تبعته قبل ما يبدأ بالقداس الإلهي، وقبل حتى ما يبدأ بخدمة الذبيحة اللي رح نعملها الأسبوع القادم. بس بعد ما يلبس في شغلة صغيرة بعد لازم يعملها الكاهن، يغسل يديه، بيروح على المغسلة. وشو بيقول الكاهن؟ ثم يتجه إلى المغتسل فيغسل يديه وهو يتلو القطعة الثانية. ليه بيغسل إيديه؟ لأنه مش عشان النظافة. أوكي مظبوط، ممكن نقول لأنه الإيدين هي اللي بتعمل الخطيئة، والكاهن اللي هو حلقة الوصل بين السماء والأرض لازم يكون منزه عن الخطيئة بهاي اللحظة. في قصة صغيرة حكى لي إياها، حكيتها أنا هون محل معين، حكى لي إياها إنسان سوري عايش بأوروبا وأجا على البلاد هون زار. فبقولنا هيك الإنسان هذا الظاهر ربنا سمح له يشوف بعض الرؤى. فبقول لي كنا ركعين عم نصلي بالكنيسة ودخل الكاهن، والكاهن نعم لا 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 بحكي نص زمان. فدخل الكاهن على الكنيسة وقدر يشوف إن الكاهن
شو بدي اقول لك يعني ركبته الشياطين. الظاهر كانت انسان جد خاطئ كائن وفيش انسان بيخطيش. بس شو بقول؟ بقول لما الكاهن خلص لبس الحل الكهنوتي راحت عنه الشياطين، وفي نهايه القداس لما شرح رجعت عليه. هذا شو بقول؟ بقول انه انا ما بهمني من هو الكاهن. ممكن تعرفوا انت بحياتك اليوميه خاطئ مش خاطئ، بعمل بعملش، بفعل ببيع ببيعش، بهمنيش. ما دام الكاهن او الاسقف لبس الحل الكهنوتي بالنسبه لنا هو انسان طاهر، لانه ربنا رح يشتغل عن طريقه بايدي من اجل الشعب. مش عشان خطيه الكاهن ربنا بيبعتش الروح القدس للشعب. اذا الروح القدس رح يحل، شاء من شاء وابى من ابى، على الكاهن حتى لو هو انسان خاطئ بس له دينوني. له دينوني، مش مختلف انا معاكم، بس نعمه الله بتكون موجوده بالكاهن. هذا هو الفرق، انه احنا نحترم كل الكاهن. بالنسبه لنا كل يمين، كل ايد يمين لكاهن هي ايد مباركه حتى لو هو خاطئ، لانه بهاي ايده اليمين عم تعمل العجائب بالكنيسه، بايده اليمين ولابس الكم، بايده اليمين ربنا عم بيشتغل. عشان هيك الكاهن لما ينتقل من هاي الحياه وهو بالتابوت بايده اليمين بمسكوس صليب، بحط الانجيل على صدره، بحط ايده على الانجيل، وكل الكهنه كل الشعب ببوسوا ايده بايد الكاهن، لانه هاي الايد يلي عملت المعجزات وايد الكاهن. عشان هيك انهم اجى عمليه تقبيل يد الكاهن، حطيت انا يمكن بالفيسبوك قبل يومين ليش بقبلوا يد الكاهن، مش كاستعلاء وكبرياء انه واحد فوق وواحد تحت. الانسان يلي بيعرف انه هاي الايد مش بايدي الجسديه، انما هي بايدي الروحيه تبعت يسوع المسيح، ايد البركه. عشان هيك بيجي المؤمن عند الكاهن وبيعمل هيك ايديه بقول له باركني، فبيقول له الكاهن بركة ربنا يسوع المسيح تكون معك، ويلثم يد الكاهن. هي معروفة عندنا. أنا صادفتني بآخر زيارة لي بأوكرانيا، ماشي بالشارع طبعا بمنطقة الكنائس، كل ما أمشي بثلاث أربع بطرق بيجي واحد بيعمل لي هيك. أنا مش متعود عليها هون ببلادنا، بعمل له هيك شو اسمه. حدثت معي وحدة قال لكم إياها، في وحدة صيحت علي بعكا روسية. هذيك السنة كنت كاهن جديد بعدني، يعني كنت عندكم هون نزلنا على أخدان النور، أنا كنت في أخدان النور بعكا. واقف كانت عندي وحدة مرة روسية، عملت لي هيك، عملت لها هيك، حطيت إيدي وسحبتها، قلت تبوس إيدي، سحبتها، أنا خجلت. عدت صيحت علي. ما فهمتش. بيجي واقف حد أبونا ناصر. بقول لي الروس مش زي العرب، بقول له شو قصدك؟ قال لي الروس إذا بتبوسوش إيدك بزعلوا. بقى بالضبط بركة بزعلوا، صيحت انتشرت المرض. إنه يعني أنا إيش؟ حرمتها من نعمة الله. حرمتها من البركة. تخيلوا لوين الإيمان الإنسان ممكن يوصل. أوكي؟ عشان هيك ما تاخذوا الإشي، ما تاخذوا الإشي ب ما تاخذوا الإشي ب باستهزاء. حتى أنا يلي موجود معي جوا بشوفني، بعد ما اعمل بعد ما يتم استدعاء الروح القدس وتحويل القرابين، اوكي، قبل ما ونقول اذكر يا رب اولا وكذا، بقول قطعه بعدين اياها واعطنا ان نمجد، بعدين اقول ولتكن مراحم الهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، ما عشان بطلع بعمل ايش؟ قبل ما اعمل هاي الشغله، عارفين شو انا بعمل جوا؟ لازم اعمل بحط ايدي على الصينيه يلي فيها ايش؟ جسد يسوع صار متحول، وبحط ايدي على الدم، ببوس ايدي انا بالاول. ما انا شو عم ببوس؟ مش عم ببوس ايدي الجسديه، انا عم باخذ البركه تبعت مين؟ هاي البركه ولتكن مراحم الهنا العظيم. بعد ما احط ايدي انا على الصينيه وعلى الكاس، فلتكن ما اعطيكم اياها. فهمنا ليش؟ اذا حتى الكاهن ببوس ايده
عشان ياخذ البركه هو كمان، لانه هو كمان انسان مش مستحيل، واذا في كاهن ثاني باخذ من الكاهن الثاني. هاي خصوصا وقت المناوله بنبوس ايدين بعض، مش لانه بدنا نبوس ايدين بعض، لا، لانه بدي اخذ بركه يسوع المسيح. ومش بس هيك، والكاهن لما في وقت الرسامه تبعته، وانا ذكرته كمان، في وقت الرسامه تبعته لما يبتسم ويلبسوا الاواعي كلها، كل الكاهن شو بتيجي بتعمل؟ حتى الارشمندريت الكبير الختيار ببوس ايد الكاهن الجديد. ليش؟ لان بقول لك اسا انت بعدك طازه، روح القدس بعد على ايدك. حتى الكاهن بقول شو اكثر من هيك. واذا بعض الناس اذا لاحظتني الولد اللي بعنده هون بعد ما امسحه بالميرون ببوس اجره وببوس ايده. بالنسبه لي روح القدس موجود، مش لانه الطفل ولا الولد هو المقدس ولا انا المقدس، لا، لانه نعمه ربنا حلت عليه بجنب قاعده وطالع طازه، مش خطيه عنده. مين انا الخاطي؟ باخذ بركه مين؟ الطفل الصغير. باخذ الميرون والمي المقدس اللي على جسمه. يعني كل هاي الاشياء بتغذي الانسان روحيا. ممكن الواحد يقول لك ايه يا عم شو الهبل هذا؟ يقول لك هبل، شو عم تهبلوا انتوا؟ بس الانسان الروحاني، الانسان اللي بده يعيش مع المسيح، بحاول يقلب الحياة المادية عنده لحياة روحية. وهذا هو الأبعد. عشان هيك الكاهن بيغسل إيديه، بروح على المغتسل بيغسل إيديه. وشو بقول بآخر قطعة عشان نختم؟ أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبيحك. هي بعد ما يغسل إيديه وينقي حاله، وأحدث بجميع عجائبك. هي الكاهن عم بيقولها، أني أحببت بهاء بيتك وموضع خلول مجدك، فلا تهلك مع الكفر نفسي. يعني أنا ما تخلينيش أروح لوين؟ للهلاك. ولا حياتي مع رجال الدماء الذين أياديهم المآثم، يلي قتلوا واللي زنوا واللي عملوا خطيئة واللي رغم الخور كمان بيعمل خطيئة، بس هون شو بيعمل؟ عم بطلب من الله. طب بصيرش الكاهن ملوث بالخطيئة ويروح يعمل إيش؟ قداس الهي. يعني على القليل اطلب من الله انه ايش؟ مغفره، اقل ما يمكن. عشان هيك الاباء حطوا لنا هاي الجمله نقولها. اذا الذين ايديهم المآثم وامتلأت يمينهم رشوه، اما انا فقد سلكت في سلامتي، فنجيني يا رب وارحمني. وقفت رجلاي بالاستقامه في كنائسك اباركك يا رب. هيك الكاهن يكون خلص اول خدمتين لإله، هي اخذ الاذن الكيرون وبركه القديسين وطلب المعونه من ايد الله ولبس المسيح ولبس الكهنوت تبع يسوع المسيح. عشان هيك بتلاقوا اواعي الكاهن هي فخمه ومزينه، مش لانه مصار مش مصار ما بنطلع فيها ماديا، بنطلع انه هذا هو المجد تبع يسوع المسيح في ملكوت السماوات على العرش الإلهي.